الله أكبر. فرقة 13 لواء المهام الخاصة استهداف قاعدة كورنيت لعصابات الأسد في ريف حلب الجنوبي بصاروخ التاو. الله أكبر. كل هذا وباء عليه، هل ابن الحرام مش عم بيشوف عنا؟ كله هون مدني ما في شيء، كروم فاضي وعالم ما في. الله ينتقم منه، الله ينتقم منه. هو بالإيرانيين نحن ثابتين، هاي الأرض أرضنا. إن شاء الله وتعالى ثابتين. نحن الآن متواجدون على جبهة الطامورة الواقع في الريف الشمالي لمدينة حلب، طبعا خلفنا مباشرة قرية باشمرة المعقل الرئيسي لقوات وحدات حماية الشعب الكردي، وطبعا على يسار الكاميرا مباشرة بلدتي نبل والزهراء التي تتمركز فيها الميليشيات الشيعية. طبعا اشتباكات عنيفة دارت بالأمس بين الثوار من جهة وبين قوات وحدات حماية الشعب الكردي والميليشيات الشيعية.
الشيعية من الجهة الأخرى. طبعا الثوار تمكنوا من صد محاولة اقتحام هذه القوات لهذه المنطقة وكبدوهم خسائر كبيرة. هذا ما سنعرفه من القائد العسكري بكري كريم في هذه الجبهة. لو تطلعنا على آخر التطورات وتضعنا في صورة الوضع العسكري في هذه الجبهة. مثل ما بتعرفوا الجبهة هون مهمة جدا للنظام ولنا، لأنه إذا النظام تقدم من هون راح يطوق حلب كله، وعم بيحاول أكثر من يوم صار له بيحاول، ومبارحة في الليل اشتبكنا باتجاه الطامورة، حاولوا يتحركوا ويتقدموا علينا من طرف الطامورة ومن طرف باشر من عند الأكراد كمان البيكيكي، والحمد لله الله مكننا وصدينا هون، وإن شاء الله نحن ثابتين هون ما بيحسن يتقدموا أبدا. الخسائر المادية والبشرية اللي تكبدتها هي القوات المقتحمة، في خسائر كبشرية كان في جسس كتير، بس الدنيا ليل ما حسنا نحسن نصل لعندهم، نحن حاولوا يتقدموا والحمد لله كنا عاملين لهم كمين وتمكننا من النظام بدل. يتكلم عن حشود في هذه المنطقة وربما يحاول اقتحام هذه المنطقة لتطويق مدينة حلب. نعم رصدنا حشود في الليل البارحة وحاولوا التقدم، ونحن ثابتين بإذن الله إذا بيجيب كل حشوده وبيجيب روسيا والصين ما راح يحسد يتقدم بإذن الله، نحن معنا رب العالمين. والله الحمد لله رب العالمين، الهمة قوية كتير بأجت أخونا المجاهدين، حاولوا النظام الأفساد يحاولوا يقتحموا، ونحن هنا بإذن الله رابطين إلهم ثابتين، يعني لأن بس اقتحموا وأخذوا المنطقة راحت حلب كلها، نحن أولاد حلب، يعني هدول كلها كفرة وعلوية، يعني ما لهم هون يبركوا بيناتنا، يعني لحنا هون بإذن الله مرابطين لهم، بإذن الله دمهم هون بيحا خسائرهم كتير، فطايسن بالأراضي ما بيحسن يشيلون، بإذن الله والله سبحانه وتعالى عيطينا القوة، أخذنا المجاهدين كلنا نحيطين يد بوحدة، بإذن الله بناخد حلب وحلب هي إنا ممنوع حدا ياخذه.